من منا يستطيع العيش دون وجود الاجنده او الكالندر في حياته اليوميه؟ لا احد، ولكن في فلسطين فتاه برعت في ان تعطيك اي يوم في العام لمليار عام قادم ومئات السنوات الماضيه، جئنا الى اديان محملين باختبار اديان 11/6 2885 اي يوم اتنين بيجي 2 3 3104 الاربعه 11 سبتمبر عام 4029 ثلاثة ثلاث ثواني أو أقل هو الوقت الذي تحتاجه أديان لجزء من الثانية هو الوقت الذي تحتاجه أديان لتعطيك أي يوم لمدة مليار عام قادم دعونا نتعرف أكثر على أديان وكيف تنمت عندها هذه الموهبة 1905 16 سبعة الجمعة اديان ابنه التسعه عشر ربيعا ولدت بقدره خارقه في الربط بين الايام والتواريخ الميلاديه كل من عرف اديان اطلق عليها لقب رزنامه فلسطين بسبب قدرتها المتعلقه بالتقويم ملكه اذهلت الجميع ومنحت على اثرها لقب سفيره فلسطين للابداع العقلي من قبل وزاره التربيه والتعليم لعبه الارقام اضيفت اليها ذاكره خارقه فيكفي أن تعطي عقل ثلاثون ثانية لتحفظ سطرا كاملا من الأرقام في مواهب بالأرقام بس أنه موهبتي أنا أه بشوفها أنها يعني ما شفت مثلها أو هيك لأ يعني أكيد رح تكون موهبة فريدة أديان بدنا نسألك عن سطر واحد رقم واحد أعطيني الأرقام الترتيب تبعها خمسة سبعة سبعة ثمانية ثلاثة ستة ستة ثلاثة واحد سبعة ثمانية سبعة واحد ثلاثة واحد تسعة ثلاثة تسعة صفر ثمانية خمسة ثلاثة أربعة سبعة ثلاثة خمسة اثنين خمسة صفر صفر ثلاثة خمسة ست ثمانية ستة خمسة كامل مظبوط كم الرقم هدول؟ أربعين أربعين رقم؟ الدكتور اياد حمود المشرف على موهبه اديان وتطويرها اكد ان موهبتها ربما تكون الوحيده في العالم في عندنا تقريبا ثمان اشخاص الان على مستوى العالم عندهم طفره في الذكاء في مجال الارقام ولغه الارقام ولكن في مجالات اخرى بالعمليات الحسابيه ولكن اديان تتعامل مع الارقام بلغه سرابيه بحيث تبحث في العقل الباطني عن الاجابه لهذا اليوم وعندها قدره وافاق تشوف هاي السنوات وتقدر تعرف اليوم المصادف لهذا التاريخ أديان عقل تستعد للمشاركة في نهاية الشهر الحالي في مسابقة الذاكرة الخارقة في الجزائر، وستدعم من أهلها وكل من عرفها من بلدة بديا فاتن علوان الحرة.